بالنسبة لجراء البول ترير والراعي البلجيكي اللي هو المينو صار عمرهم تقريبا 34 يوم. الكلاب صحصحوا، كيف فرجيكم اياهم؟ طلع لي مرين، افتح هلا تطلع عادي، تعال اطلع يلا تعال بس بيل بيل اسكت صار عمرهم زي ما انتم شايفين 34 يوم. تمام، شايف البوز هذا بيشبه البول ترير، وهذا البوز بيشبه البول ترير لكن اللون جاي على لون الملينو. تعال طبعا بس يصير عمرهم 42 يوم راح فرجيكم طريقة كيف التطعيم لازم عشان تحافظ على الجراو اللي ما يموتوش ويطلعوا بصحة جيدة. كيف طريقة التطعيم؟ راح نطعمهم وشو حبوب الدود اللي لازم ياخذهم. يعني في طريقة عندنا لازم على 42 يوم. في ناس كثير بيرنوا علي بيتصلوا مثلا، يعني مع احترامي الشديد بيتصلوا علي بيقولوا لي كلب ضربوا فيروس بارفو بده يموت. بقول لهم ليش؟ قال مش مطعم. ليش مش مطعم؟ قال يعني البيطري حكى لنا نطعمه بس يصير عمره 3 اشهر. والله الحكي خطأ خطأ يا اخي، وكثير ناس راح تسمع وتعرف اللي ماتت كلابها وراح تقولكم. المهم هلا بس يصير عمر هذول 42 يوم انا راح طعمهم وفرجيكم كيف التطعيم وكيف بنعطى نص حبة دود لازم. وبعد اسبوع بعدين ينفطم، وبعدين حيكسب مناعة قوية قوية ضد الفيروسات. طب صاروا يمشوا يلعبوا. تعال 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 شطو شطو. انا بدي مخهم يطلع شرس، بدي مخهم يطلعوا مجانين. هذا بهمر، طلع بهمر عينيه. شوف في شي بوزو عريض، في شي بوزو رفيع. طلع كيف بوز، ملاحظ البوز تبعهم اشي رفيع اشي عريض. تعال. وبالنسبة يا اخوان لكلب البول ترير حط لكم رابط الابو تبعهم اللي هو البول ترير الملينو، الكل بيعرفها البلجيكي. حط لكم رابط الابو على الوصف.